الحشوة بتاعتنا عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن أهو إحنا قلنا المقادير. الحشوة بتاعتنا عبارة عن صدرين فراخ مسلوقين، صدرين فراخ مسلوقين، صدرين فراخ مسلوقين، وأربع كوبايات بشاميل، وربع كيلو مشروم، وكوباية جبنة. أظن ما فيش أسهل من كده. صدرين فراخ مسلوقين متقطعين مكعبات، وعندي كمان أربع كوبايات من البشاميل، وعندنا كوباية جبنة، وعندي 250 جرام من المشروم احنا قطعناه وشوحناه، يمكن انتوا شفتوه على الهواء من شوية. مين معانا؟ يا أستاذة دنيا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أعرف طريقة الكبيبة؟ الكبيبة حاضر من عينيا. حاجة تانية؟ وعايز أعرف طريقة الكفتة اللي هي بتاعت الرز. كفتة الرز حاضر، الكبيبة وكفتة الرز من عينيا حاضر. حاضر، أنا بنكتب كل الأسئلة عشان هنجاوب عليها إن شاء الله دلوقتي. هاخد من ده من الأربع كوبايات بشاميل، واحد اتنين، ونحط عليهم نص كوباية لبن، أنا عايزه يبقى شوية سايل شوية. عايزين تحطوا كريمة مفيش مشكلة. خلاص بقى بشاميل سايح شوية أهو، ونخليه على جنب. هقول لكم ليه ده. وعندي بقية البشاميل بتاعي اللي أنا عاملينه أربع كوبايات، هنحط عليهم كوباية الجبنة، ونحط عليهم الفراخ المسلوقة، ومقدونس اجتهادي يعني، لو عايزين تحطوا بقدونس مفيش مشكلة. عندي كمان المشروم اللي احنا سويناه، ربع كيلو المشروم اهو حطيناه بعد ما شوحناه، يبقى انا عندي الحشوه بتاعتي جاهزه. هنروح دلوقتي نفرد الكريب وبعدين نحشي الحشوه. خد كل واحد، بصوا بقى، اظن مفيش اسهل من كده. الحشوه دي تنفع لايه يا شيف يسري؟ طبعا في ناس هتبقى عارفه الكلام اللي انا هقوله ده. في نوع من المعجنات اسمه الفوليفان، فرنساوي. الفوليفان ده عباره عن عجينه بتاعت ملفي بتتحط طبقات على وشها. شكرا يا عم نصر، بيقول انت بتقول حاجات غريبه. حاضر. بتتحط طبقات على بعضها عجينه الملفي، وبتتخرم من النص، يعني هي بتبقى مدوره وبتتخرم من النص الفورمه، وندخلها الفرن تستوي، فبترتفع. بعد كده بشيل الغطا بتاعها وافتح قلبها واحشي بيها الحشوه بتاعتنا اللي احنا عاملينها دي. يبقى دي حشوه الفوليفان، عشان انا جالي سؤال مره عن الفوليفان ده بس كانت في تليفون. جميل. هاخد كميه الكريب اهو، نفردها على قد البايركس بتاعنا وعلى قد الصينيه بتاعتنا اللي هحشي فيها. شايفين الكريب اللي احنا مسوينه عامل ازاي؟ له وش وله ظهر. احنا بنفرد من ناحيه الوش اللي هو ملون ده، مش الملون جامد، لا الملون حلو يعني، اللي هو هوريه لكم دلوقتي عشان انا احتمال اعمل الحلو قدامكم. جميل. هفرد كل كميه الكريب اللي عندي، 10 مثلا اهم، 11 15، عدد افراد الاسره قد ايه، انا بفرد على قدهم. وبعد كده ناخد الحشوه نحشيها قد بعضها ونلفه زي السبرينج رولز اهو. هنا عايزين تحطوا حشوه كتير انتوا حرين، حشوه قليله برضه انتوا حرين. شايفين المطه اللي فيه دي من الجبنه اللي احنا حطيناها اللي ساحت مع البشاميل مع البقدونس مع المشروم مع الجبنه مع الفراخ؟ حشوه حلوه جدا غنيه. طب احنا استعملنا قد ايه؟ استعملنا صدرين فراخ. صدرين فراخ يكفوا كام واحد؟ يكفوا على الاقل على الاقل 6 افراد. 7 ماشي ماشي اللي انت عايزه. حلو. ونقفل كده بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم، نضغط عليها كده شويه، ونجيب دي حته كده صغيره، ونجيب دي حته صغيره، ونلفها. بتبقى جوسي يا جماعه، ما بتبقاش ناشفه، تبقى كده حاجه يعني لذيذه في اللذيذه. بنقفلها كده، بعد ما نقفلها كده نحطها هنا. يا منى اهلا بيكي. ايوه شيف، اهلا بيكي، اتفضلي. الحمد لله رب العالمين. ايوه شيف، ايوه. انت عامل ايه؟ الحمد لله انا كويس بخير الحمد لله. لو سمحت عايزه اسال حضرتك على سؤالين. اتفضلي يا فندم. لو سمحت، هو انا عندي لبن رايب فمش عارفه اعمل بيه ايه. اعملي ممكن لو تقول لي على كذا طريقه ممكن اعمل بيها اللبن الرايب دي، مثلا ادخله في اي حاجه. كميه كبيره ولا كميه صغيره؟ لا كميه كبيره. اولا اللبن الرايب حلو جدا وصحي، ده احنا ناكله عادي كده جدا يعني، ما فيهوش مشكله. لكن انا هقول لك ان شاء الله تعملي بيه. حاضر من عينيا. طب ولو سمحت، انا اتصلت بيك قبل كده عشان اسالك على الكرشه بالصلصه وحضرتك ما ردتش عليا، ممكن ترد عليا بس في الحلقه دي عشان اعملها النهارده؟ الكبده بايه يا فندم؟ الكرشه بالصلصه. الكرشه حاضر من عينيا.
الكرشه بس الحلقه دي عشان انا هعملها دلوقتي. حاضر حاضر من عينيا حاضر. طيب الكرشه اهم حاجه في الكرشه تكون مغسوله كويس قوي قوي قوي. يعني ايه؟ يعني تتنظف حلو قوي. بعد ما بتتنظف عند الكرشه حلو قوي، انا هجاوب عشان خاطر زعلانه مننا، هنمسكها لو عايزينها بالصلصه هناخدها بعد ما تتغسل، نحضر شويه بصل مفرومين، شويه ثوم، وشويه منكهات بهارات، بصل باودر، ثوم باودر، الحاجات اللي هي هتغطي على لو فيها روايح يعني لسه يعني. وطبعا بعد ما بنغسلها بنعصر عليها خل، نحط عليها خل او نعصر عليها ليمون تاني. وبعدين عندي كميه من الحمص اللي هو حمص الطبيخ، بنقعه، بنقع حمص الطبيخ على جنب كده. بس قبل ما نخلص عشان برضو ايه نلحق نفسنا، ناخد كده على الوش بقى. فاكرين البشاميل اللي انا قلت لكم عليه بحتفظ بشويه اهو، بغطي كده على الكريب. تعالى شيل دول يا احمد من فضلك، الاثنين الزياده دول عشان دول غداك. ايوه عم عصام يطمع فيهم بقى انت عارف. حلو قوي. وعندي شويه من الجبنه المبشوره، شويه من الجبنه المبشوره، نحطهم كده على الوش وندخلها تحت الشوايه. واحنا واقفين مع بعض الكريب بتاعنا ده اللي انتم شايفينه اهو،